ما هي أمة الإسلام وما علاقة رئيسها الحالي لويس فرقان بالفلسطينيين وإسرائيل؟ تعالوا نعرف معاً. وصل الإسلام إلى أمريكا مع الأفارقة الذين جلبوا قسراً من قارتهم واستعبدوا منذ القرن السادس عشر. في القرن التاسع عشر ومع تزايد الهجرة بدأ عدد من رجال الدين المسلمين من أصول هندية ومغاربية في محاولات لتوحيد السود المسلمين. وفي القرن العشرين أصبحت تعاليم الدين الإسلامي مرتبطة بما عرف بالوطنية السوداء، وأول من دعا لها درو علي الذي أسس مركزاً في نيوجيرسي بنيويورك عام 1913. درس فيه تعاليم الدين الإسلامي ولكنها مبنية على معرفة سطحية بالدين. من بين من حضروا الدروس رجل يدعى والي فريد محمد، مؤسس أول مركز لحركة أمة الإسلام بديترويت بولاية ميشيغان عام 1930، الذي فوض مساعده إليجا محمد بتأسيس الفرع الثاني بشيكاغو. وحسب دائرة المعارف البريطانية، أسست الحركة كتنظيم للأمريكيين السود تؤمن بأن الإسلام هو الدين الطبيعي للأفارقة، وتشجع على الوحدة العرقية وتمنع التزاوج من الأعراق الأخرى. في العام 1934 وقعت خلافات في مركز الحركة بديترويت، فقدم إليجا نفسه كبديل قوي للمؤسس، وطالبت الحركة بدولة قومية مقتطعة من ولايتي ألاباما والميسيسيبي للأمريكيين السود، لأن التاريخ يظهر أنهم لا يستطيعون التوافق مع البيض. يعتبر اسم إكس رمزاً للعبيد الذين تخلوا عن أسماء أسيادهم البيض ولم يحددوا اسماً لهم بعد. وأشهر حامليه زعيم أمة الإسلام مالكوم إكس، الذي كان اسمه مالكوم ليتل. عندما أصبح مالكوم قائداً لمركز الحركة في نيويورك، أعاد تألقها بعد أن تراجعت شعبيتها لرفض أعضائها الخدمة العسكرية بالحرب العالمية الثانية، ثم طرد من الحركة عندما علق على اغتيال الرئيس جون كينيدي بأنه حصاد لما زرعه الرجل الأبيض من كراهية على مدى العصور. بعدها أدى إكس الحج ووثقت رحلته في فيلم جسده دينزل واشنطن في مكة. عرف مالكوم حقيقة تعاليم الإسلام، ولكنه اغتيل على يد أحد أعضاء الحركة قبل أن يتمكن من نشر أفكاره الجديدة عام 1965. قبل اغتياله كان مالكوم سبب إسلام الملاكم محمد علي كلاي، الذي رفض دعوة إكس فيما بعد التخلي عن الحركة واتهمه بالتناقض. وأنتجت هوليود عن هذا الخلاف تحديداً فيلم One Night in Miami. بعد اغتيال إكس مالت الجماعة للعنف بين الأعضاء والأعضاء السابقين، وانشقت لجماعتين بقيادتين، كل منهما تحمل اسم أمة الإسلام. حالياً يقود الحركة لويس فرقان ذو 90 عاماً، وهو رجل مثير للجدل. اتهم بمعاداة السامية لأنه دائماً ما تحدث عن تورط اليهود في تجارة الرقيق السود، ووصف هتلر بالعظيم. ولكن أمة الإسلام تصر على أن كلمة عظيم استخدمت بمعنى رجل ذو أهمية تاريخية. في العام 1997 قام فرقان بزيارة لرام الله بالضفة الغربية رغم غضب إسرائيل من الزيارة. واليوم عاد فرقان للواجهة بعد أن ألقى كلمة بديترويت تعاطف فيها مع الضحايا الإسرائيليين لطوفان الأقصى، وفي نفس الوقت انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب حربه على غزة، مؤكداً عدم خوف السود من إسرائيل، وانتقد كذلك عجز الأمة الإسلامية عن حماية الفلسطينيين وطالبها بنصرة غزة. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.